السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في استكمال سلسلة فسر فيزيائيا. في هذه السلسلة سوف نقوم بعرض تجربة من واقع الحياة ونطلب تفسيرها، ومن ثم سأقوم بتفسيرها، وطبعا بإمكان المدرسين والمعلمين أن يستعينوا بهذه التجارب لتكون مثرية للنقاش في الفصول الدراسية. في هذه التجربة البسيطة عبارة عن وعاء، قمنا بإحضار هذا الوعاء وجلبنا مفتاح من مفتاح باب عادي، ومن ثم سأقوم بوضع هذا المفتاح في داخل هذا الوعاء بحيث أنه لا يصبح مرئي بسبب حافة هذا الوعاء اللي بتحجب الرؤية عن هذا المفتاح، وبالتالي الكاميرا ما كانت شايفة هذا المفتاح، والكاميرا هي العين بالنسبة لي لما بصور، وبالتالي أنا ما كنت شايفه ولا الكاميرا كانت شايفاه من تلك الزاوية. لكن لما أنا صبيت الماء بدأ المفتاح يظهر. هل المفتاح طفى إلى السطح؟ طبعا هذا غير معقول، إنما بسبب ظاهرة فيزيائية معروفة والكل جاب عليها بشكل صحيح، إنه انكسار الضوء هو المسؤول عن تكون هذه الصورة. الآن خلينا نشوف مع بعض كيف ظاهرة الانكسار ساهمت في إني أشوف المفتاح. إحنا بنرى الأشياء بسبب الضوء، وبالتالي لو أنا طلعت على مجموعة الأشجار هذه نحن نراها بسبب أنه أشعة الشمس تسقط أشعتها على هذه الشجرات وتنعكس على عين المشاهد، ومن ثم يرى هذا المشاهد هذه الشجرة. ولأن الضوء هنا إجا في الهواء وانعكس في الهواء فتكونت له صورة معتدلة مساوية في المسافة والبعد، لكن الوضع يختلف لو أنا جيت أطلع على منطقتين زي سطح الماء اللي كان موجود عندي في هذا الوعاء. هنا لما أنا طلعت أنا عندي هنا ماء، هذا السطح يفصل ما بين الهواء ويفصل ما بين الماء، ولأن الماء شفاف لكن معامل انكساره مختلف. خلينا نوضح هذا الكلام على الرسمة الموجودة أمامي. ماذا يحدث لدي؟ أنا هنا عندي اللي هو أول شيء، أنا عندي الهواء، هذا هواء وهذا ماء. الهواء إحنا بنعرف إنه له معامل انكسار N1، وهذا له معامل انكسار N2، ولأن الماء N2 أكبر من الهواء N1، فأنا بقول إنه الكثافة الضوئية للماء أكبر من الكثافة الضوئية للهواء. المهم أنا كيف بقرا الأشياء؟ الآن لو أنا سقط شعاع من الضوء على السطح الفاصل ما بين الهواء والماء، هذا السطح الفاصل، ففي جزء من الضوء سوف ينعكس وفي جزء سوف ينكسر. بالنسبة للجزء الذي ينعكس، هذا الجزء ينعكس ولكن بزاوية سقوط، هذه بنسميها زاوية السقوط ثيتا، خلينا نسميها ثيتا 1، وهذه زاوية الانعكاس ثيتا 2. وهنا في هذه الحالة، في حالة الريفليكشن، في أنا عندي انعكاس ثيتا 1 تساوي ثيتا 2. قانونها بسيط جدا ومعروف للجميع. طبعا ثيتا 1 وثيتا 2 هي مقاسة من حاجة بنسميها العمود المقام على السطح الفاصل، هذا بنسميه العمود المقام عشان نقدر احنا نحدد الزوايا بشكل صحيح. وبالتالي لما انت تطلع على صورتك في المية، انت كيف تكون صورتك في المية؟ بسبب الانعكاس على السطح الفاصل. اذا زمان ما كانش في مرايا، كانوا يطلعوا على سطح الماء وبالتالي كانوا يشوفوا حالهم. اما جزء من هذا الضوء سوف ينفذ، هذا الضوء الذي ينفذ يعاني من ظاهرة بنسميها ظاهرة الريفراكشن او ريفراكتد، وبالتالي هذا بنسميه شعاع منكسر. طبعا الاسم له سبب، لانه هنا لما انا تكلمت على هذه ثيتا 1 وهذه ثيتا 2، ثيتا 1 تساوي ثيتا 2 في حالة ايش؟ في حالة الانعكاس، هذه ثيتا 1. لكن بالنسبة لزاوية النفاذ هذه، بالنسبة للعمود المقام هذا، لاحظ هنا الزاوية هذه زاوية اصغر، ثيتا 3، ثيتا 3 اصغر من ثيتا 2 او ثيتا 1. لذلك ايش بقول؟ عندما يسقط الضوء من وسط معامل انكساره اقل الى وسط معامل انكساره أكبر فإنه يعاني من ظاهرة الانكسار، وهذا الشعاع سوف ينكسر مقتربا من العمود المقام، أو العلاقة التي تربطهم هي أنه هو N1 sin theta 1 تساوي N2 sin theta 2. هذا القانون اللي احنا بنعرفه. لكن احنا خلينا نشوف الآن إيش هذا الكلام بده يساعد في تفسير لماذا ظهر المفتاح في الصورة. الآن المفتاح وين موجود؟ موجود في الوسط الذي له معامل انكسار كبير، وبالتالي الضوء الذي أضاء هذا المفتاح صدر منه أشعة، هذه الأشعة اتجهت في اتجاه معاكس بهذا الشكل، ولما إجت على السطح الهواء، إذا هنا الضوء الذي سقط على المفتاح، هذا هو المفتاح تبعي، هذا الضوء طلع من هنا، وطبعا في أنا عندي هنا إيش بده يصير؟ في هنا سطح فاصل، هذا معامل انكسار N2 أكبر من N1. إذن الضوء خرج من معامل انكسار كبير إلى معامل انكسار صغير، فهنا بيخرج مبتعدا عن العمود المقام، وبالتالي المشاهد اللي واقف هنا، يعني هذا هو المشاهد تبعي، هذا المشاهد اللي واقف هنا حيشوف المفتاح وين؟
حيشوف المفتاح على امتداد الخط اللي هو الخط البصري تبعه، لانه مش لانه هو حيشوف له صوره وين، حيشوفه هنا. وبالتالي اذا كان هذا هو العمق الحقيقي، هذا هو العمق ايش الافتراضي او الظاهري اللي شاف عليه المفتاح. خلينا نوضحها بشكل احسن. لو اجيت طلعت على الفنجان تبعك، هذا هو الفنجان وهذا هو الماء. طبعا العين هنا مش هتقدر تشوف لانه الشعاع موجود هنا في هذه الحافه عاليه شويه، وبالتالي انت ما كنتش قادر انك تشوف بسبب حفه الفنجان او الوعاء، وبالتالي هذا مش ظاهر. لكن الان لما تيجي نشوف الاشعه التي تخرج، هذه الاشعه هتطلع بسبب الضوء اللي نفذ الى الماء، هذه الاشعه هتطلع في هذا الاتجاه وهذا العمود المقام، فهتنكسر مبتعده عن العمود المقام، اذا هتيجي تسقط على العين. الان العين عشان تشوف هذا الجسم فهتمد هذه على استقامته، هذا هتمده على استقامته بهذا الشكل وهذا هتمده على استقامته. وين ما بيلتقوا هذول الشعاعين، اذا القطعه النقديه تبعتي وين حتبين؟ حتبين هنا، وبالتالي هذا بنسميه العمق الظاهري. إذا العمق الظاهري هو هو أقل من العمق الحقيقي بسبب ظاهرة الانكسار، فتكونت صورة للمفتاح على ارتفاع أعلى من عمق اللي هو المفتاح الحقيقي لما كان في حالة الهواء. وبالتالي هذا الشخص الآن أو الكاميرا الآن أصبحت ترى المفتاح لأنه ترى على عمق غير العمق الحقيقي، وهي كانت تسبب مشكلة للصيادين، لأنه كان الصياد يجي يفكر السمكة موجودة هنا فيحاول ينشن عليها فعمره ما كان حيصيبها، لكن مع الخبرة والممارسة استطاع أنه يدرك أن هنالك صورة أنه هذه الصورة والحقيقة موجودة على بعد أعمق، فكان يضرب السهم تبعه على المسافة اللي ممكن يكون عليها بسبب ظاهرة الانكسار. نلتقي في تفسيرات فيزياء أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.